في البداية برحب بالأستاذ نبيل الكسراوي رئيس المجموعة العربية. في البداية طبعا احنا بنشكر سيادتك على الجهد اللي حضرتك بتبذله للمجموعة العربية، وعلمنا مؤخرا انك ستسلم الراية لأحد الإخوان الجزائريين، فنقول ايه هي نصيحتك للأخ ان شاء الله اللي جاي خلفك لاستكمال المسيرة؟ أولا أنا سأتابع نشاطي الطبيعي في قطاع التنمية كما أتابعه في قطاع الراديو وفي قطاع التقييس، ولدي مسؤوليات كثيرة في الاتحاد الدولي، ولكن بالنسبة لأحد النشاطات في قطاع التنمية وهي لجان الدراسة، فقد كنت رئيسا للجنة الثانية منذ عام 96 عندما استقال رئيس هذه اللجنة وكان من بنغلاديش، وكنت نائبا للرئيس له فعوضته، ثم انتخبت في مالطا مؤتمر فاليتا لأول مرة بشكل رسمي رئيسا لهذه اللجنة، ثم تم ذلك أيضا في مؤتمر اسطنبول تركيا وفي مؤتمر الدوحة الأخير جدد لي الانتخاب، أي أنني عملت في هذه اللجنة كرئيس لها لمدة 14 سنة، والآن أحد نواب الرئيس في هذه اللجنة الأخ الكريم من الجزائر أخو قران، فوجدت من الأنسب أن يستلم مكاني أخ عربي حتى نحافظ على وجودنا في هذه اللجنة، وقبل مشكورا هذه المسؤولية بوعد مني أن أساعده على قيام بواجباته كرئيس منتخب من هذا المؤتمر للجنة الثانية، وأيضا سأتابع ما في أعمال التنمية كعادتي كممثل دائم للإدارة السورية. سؤال حضرتك، التقرير الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات بيقول وصل معدل انتشار الموبايل في الوطن العربي 63%، أو ما هو قرابة حوالي 215 مليون مقارنة ب 35 مليون خط هاتف سابق. أليس بالأحرى في الوقت الحالي أن نشجع على خدمات الموبايل سيرفيسز بدلا من الإي سيرفيسز؟ لا يوجد أي تنافس بين الخدمتين، هذه تكمل تلك، ورقم 35 يمثل 35 مليون الخطوط الثابتة، لأن هذه إما في المكاتب أو في المنازل، وأحيانا المنزل قد يحتوي 8 أشخاص، يعني هذا الخط الهاتفي الثابت يخدم أكثر من شخص عادة، ولا يوجد تنافس، يعني الخدمتين مقدمي الخدمات في العالم العربي قادرين على تقديم خدمة الموبايل والخدمة الثابتة، فلا حاجة لدخول في أي تنافس بينهما، والخدمتين مكملتين لبعضهم البعض. خطوط المنازل قد يكون التعامل معها على أساس النطاق العريض أسهل من الخدمة اليدوية. حضرتك ناقشت مناقشة طويلة جدا خاصة بقانون الخاص بالسايبر سيكيورتي، ودار نقاش طويل ما بين إيران وأمريكا إلى أنا ما أعرفش نهاية الريزوليوشن إيه، أو ستعرض النهاية إن شاء الله اليوم بعد الظهر أو غدا، لم نصل إلى نتيجة البارحة في اجتماع المسائي اللي بدأ الساعة 7 وانتهى حوالي الساعة 10 مساء، كان هناك وجهات نظر مختلفة، إلا أن الأمين العام تفضل مشكورا بإيجاد حل وسط. الفكرة هي أن الدول النامية تحتاج جديا لمساعدات في أمن الأمن السيبراني أو أمن الاتصالات، وكما نعلم فإن الإنترنت الحالية لا توفر أي أمن اتصالات، يعني ممكن استياء استعمالها، ولهذا السبب ولخطورة إساءة الاستعمال على الإنترنت وقد يهدد ذلك حتى السلم الأهلي، ولهذا السبب كان من الضروري في مؤتمر التنمية أن نطلب من هذا المؤتمر باسم الدول النامية، وهذا ما فعلناه كمجموعة عربية عندما قدمنا مقترحنا لتحيين القرار 45 الذي صدر في المؤتمر السابق، والذي كان يتضمن إمكانية عقد ما يسمى مذكرة تفاهم بين الدول للتعاون على رفع سوية الحماية من التعرض لأخطار الهجمات الإلكترونية أو إساءة استخدام الإنترنت، وللأسف أن هناك دول متقدمة تعارض في ذلك،
ولهذا السبب كان النقاش حادا حول هذا الموضوع، وأملي أن نصل إلى حل وسط بعد أن فوضنا الرئيس ومدير قطاع التنمية، رئيس اللجنة الثالثة ومدير قطاع التنمية بمساعدة بعض الخبراء والأمين العام على إيجاد حل لهذا الموضوع، وهو موضوع هل من الضروري إيجاد مذكرة تفاهم، ما يسمى بالإنجليزية Memorandum of Understanding، لهذه الغاية تشمل الدول الراغبة في ذلك. وأعتقد أن كثير من الدول العربية وبعض وكثير من الدول وهي جميعا دول نامية وبعض الدول النامية الأخرى ستهتم بهذا الموضوع، وهو من صميم حاجاتها الماسة. من وجهة نظر حضرتكم، إيه الإجراءات اللي ممكن تتاخد من قبل الحكومات لحتة أمن الاتصالات؟ التعاون، الأمن، باعتبار أن الإنترنت بحسب طبيعته لا يعترف بالحدود، وكما تعرف أن طريقة إمرار الإشارات عبر الإنترنت تمر بما يسمى الراوترز، وهذه تستعمل أي خط فارغ في أي لحظة لإيصال المعلومة اللي هي عبارة عن معطيات. هذه يساء استعمالها لأسبابين رئيسيين. أولا، لأن الخطوط التي تمر عليها اتصالات الإنترنت أغلبها مدفوعة بقيمتها الكاملة أو أجورها الكاملة من قبل الدول النامية، والدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان هي تستغل هذه الخطوط وتستخدمها لإرسال اتصالات الإنترنت مجانيا عندما تجد خط فارغ. يعني لهذا السبب تجد أن هناك فرق كبير بين أجور استخدام الإنترنت للمواطن من الدول النامية بالمقابل لمواطن الدول المتقدمة، قد تصل الفروق 1 إلى 10 أو 1 إلى 20. والسبب أن مشغل الإنترنت في العالم العربي ملزم بتأمين أجور هذه الخطوط أو تكاليفها الكاملة، بينما المشغل الآخر في دولة على سبيل المثال أي دولة أوروبية أو في أمريكا أو في كندا أو في اليابان ليس مضطرا لدفع أي نفقات أجور للخطوط أو شراء هذه الخطوط لأنها متوفرة وتستغل من قبلهم في ساعات فراغ. فمثلا من المعروف أن خدمة الإنترنت في فترة المساء وأثناء النوم أخف بكثير من وهذه الخطوط جاهزة للاستخدام، فهذه تستخدم مجانا من قبل مخدمي الإنترنت في الدول المتقدمة بلا استثناء. بينهم هناك اتفاقات عدم تحاسب، ما يسميه بمصطلحات نابير أرينجمنت، يعني أنا أرسل لك الإنترنت وأنت ترسل لي الإنترنت، وحجوم التبادل متساوية تقريبا بين أوروبا وأمريكا وكندا، لهذا لا يوجد خلل في هذه العلاقة. أما الخلل موجود بين إرسال المعلومات من الدول النامية للدول المتقدمة والعكس، إرسال المعلومات من الدول المتقدمة للدول النامية. نحن نتحمل كدول نامية، جميع الدول العربية على نفس الوضع، هي التي تؤمن أجور كامل هذه الاتصالات. لهذا السبب يجب أن يكون هناك تصحيح لهذا الوضع. سؤال، معظم أو مش عايز أقول يعني على سبيل المثال إحنا موجودين في الهند، أصبحت دولة مصدرة للتكنولوجيا، وهناك بعض الدول الأفريقية على سبيل المثال دولة رواندا حاليا أصبحت ماليزيا الأفريقية، ما زالت جميع الدول العربية بدون استثناء هي دول مستهلكة للتكنولوجيا. إيه الخطوات اللي ممكن تتاخد إن نتحول من وضعنا من وضع مستهلك على المدى البعيد أو القادم، إن نتحول من دولة مستهلكة للتكنولوجيا على الأقل لدولة مصدرة، أو مش مصدرة، نقول مش مستهلكة بنسبة 100%؟ عفوا، أولا الحقيقة الكاملة أن مصر، جمهورية مصر العربية، هي دولة مصدرة للخبرات وأيضا تقوم بأعمال لديها لصالح الشركات الأخرى المختصة. يعني لا يمكن القول أن جميع الدول العربية لا تقدم أي مجهود في نقول الأغلبية غالبيتها، بس هذا شيء طبيعي. الهند نظرا لأن في العقيدة الهندوسية تقديس للرقم والأرقام والحساب، فالهنود في البداية كانوا أقوياء جدا في أمور الرياضيات وفي أمور الحساب من في صلب عقيدتهم والتعامل مع الأرقام. لهذا وكما تعلم أن الكيان المرن ومنسميه السوفتوير أو أي بروتوكول أو أي بروجرام يحتاج تعامل مع الرقم، لهذا السبب نجحت الهند منذ زمن بعيد وليس الآن. الآن كل ما عم تتطور الأمور، ولا ننسى أن السوق الداخلية في الهند هي سوق لتغطية حاجات 1.4 مليار،
يعني أي شيء ممكن اختراعه وتسويقه على مستوى الهند مفيد جدا وذو ريعية عالية. وهذا ما دفع أولا الحكومة الهندية وهي حكومة مركزية قوية على نشر الأبحاث التقنية في أغلب المحافظات أو الحالية. وكما شاهدنا هنا في حيدرآباد هناك مركز للتطوير العلمي وهو موجود أيضا في الجنوب وموجود في كذا منطقة. فلا يمكن أن نقارن دولة عربية صغيرة بالهند، يعني هذا صعب هذه المقارنة. وأعتقد أن هناك في دول الخليج نشاطات الآن في بعض هذه الدول، وأعلم أن السعودية لديها بعض النشاطات في هذا المجال، وكذلك دولة الإمارات بدأوا ينشطوا في هذه المجالات. سؤال أخير ويعني أحب أن تفتح لي صدرك. دائما بندعو لزيادة المحتوى اللغة العربية ونشر اللغة العربية والترويج اللغة العربية. لاحظت ملاحظة غريبة أثناء انعقاد المؤتمر، جميع الدول على سبيل المثال لو بصينا لفرنسا، بصينا لجميع الدول المتحدثة باللغة الفرنسية تناقش المؤتمرات باللغة الفرنسية، الصين تتحدث باللغة الصينية، روسيا تتحدث باللغة الخاصة بها، إلا ممثل اللغة دول اللغة العربية، لبنان تتحدث باللغة الفرنسية، مصر وسوريا تتحدث باللغة الإنجليزية. أليس هناك أن نحن ممكن نتحدث باللغة العربية؟ نعم. والمترجم يترجم؟ نعم، وهذا في رأيي أنا شيء غير مقبول، ويجب أن نصر على استعمال اللغة العربية، وهذه نوع من أنواع نشر المعرفة ونشر العلم. فإذا استخدمت العربية الإنجليزية أحيانا فأنا أعتذر عن ذلك. لا نحن لا نطالب بأمان إن شاء الله. متشكرين جدا أستاذ نبيل.